Good morning, Mwanagiri students in Primary 6. Our lesson today, we will talk about the repeated multiplication. Repeated multiplication ده بقى درس سهل جدا 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 من دروس الحلوة قوي بالنسبة لنا في Primary 6. هنتبسط بيها جدا وهنتعلم فيها حاجات جديدة مع بعض. يلا يا شباب بينا نبتدي ونعرف يعني ايه كلمة repeated multiplication وهنعرف مع بعض ازاي بنعمل solving لل different exercise. بس قبل ما هنعرف يعني ايه كلمة repeated multiplication تعالوا كده مع بعض اول حاجة نفتكر مع بعض كلمة multiplication ده كان شورت كات للاديشن يعني واحنا صغيرين كده كانوا مكان ما كنا بنقعد نقول 2 plus 2 plus 2 plus 2 كنا بنقول equal 2 times 5 وتعلمنا منها ازاي نبتدي نعمل المالتبليكيشن يبقى اول حاجة احنا كنا واخدينها زمان ان المالتبليكيشن ده مكان ما احنا كنا بنعمل repeated addition كنا بنحولها على طول للايه؟ للمالتبلاي. النهارده احنا هنتكلم عن حاجه اسمها الباور. والباور ده بقى يعتبر شورت كات للريبيتد مالتبليكيشن. بمعنى ان انا لو عندي كده 2 تايم 2 تايم 2 تايمز 2 تايمز 2 ممكن نبتدي نكتبها نقول كده عليها 2 تو ذا باور 5. ال 2 اللي مكتوبه قدامنا دي اسمها البيز. وال 5 ده اسمه الباور 2 to the power 5 دي معناها ان 2 repeated 5 times يبقى انا دلوقتي مكان ما بقعد اقول 2 تايم 2 تايم 2 تايم 2 equal 32 لا انا هقولها لك على طول كده هنكتبها بعد كده 2 to the power 5 او 2 to the 5th power ال 2 هي البيز بتاعتنا وال 5 ده اسمه الباور والباور ده عبارة عن النمبر اوف ريبيتيشن يعني بنشوف ال2 هنا اتكررت معانا كم مرة بنكتبها في الباور اجي اقول لك كده هو احنا عندنا الباور ذا نمبر written as بيكون عندنا البيز زي ال2 كده اهو وال5 هي الباور بتاعتنا اللي هي كاتبينها باللون البلو يبقى كده عندنا هنا حاجة اسمها بيز وحاجة اسمها باور 2 to the power 5 دي لما هنيجي ننطقها نقول كده عليها 2 to the 5th power يبقى كده دي اسمها 2 to the 5th power ودي معناها 2 تايم 2 تايم 2 تايم 2 يعني 2 اتكررت معانا كم مرة؟ 5 تايمز البيز بتاعنا اتعلموا ان احنا بنكتبه big number on the bottom but الباور بنكتبه كده small number up to right بمعنى ان احنا لما يكون عندنا حاجه زي 2 تايم 2 تايم 2 تايم 2 تايم 2 equal 32 نفس الاكزامبل لما هاجي اكتبها كده على طول 2 to the power 5 الباور بتاعنا نتعلم واحنا نكتبه ده بيكون little number on the top right of the base يعني عندنا دلوقتي حاجه اسمها base وحاجه اسمها ايه power وقلنا ازاي هنقرا هتقولي كده 2 to the 5th power يعني 2 to the power 5 طيب لما اجي اقول لك 2 to the power 2 ده بنسميها 2 squared اي حاجه عندنا بتبقى power 2 بنقول عليها squared زي كده لما كنا بناخد حاجه اسمها سنتيمتر squared يبقى دلوقتي انا لما اجي اقول لك بقى هنا اهو 2 squared دي معناها 2 repeated 2 times يعني معناها 2 times 2 equal 4 طب لو قلت لك 3 power 2 انت على طول بقى اول ما اجي اقول لك 3 power 2 هلاقي ناس تقول لي equal 6 لا غلط 3 power 2 دي معناها 3 times 3 يعني 3 اتكررت معانا 2 times و 3 power 2 equal 9 يعني ما حدش يقول لي equal 6 يبقى عندنا دلوقتي اتعرفنا ان احنا عندنا حاجة اسمها repeated multiplication ال repeated multiplication ده بنطلع منه حاجة اسمها base وحاجة اسمها power ال base بتاعتنا بتتكتب بخط كبير كده كويس وال power بيتكتب بخط اصغر شوية little بيبقى فين بقى مكان ال power لما بنيجي نكتبه top right طيب انا عندي دلوقتي حاجة زي 2 to the power 3 ممكن اقول عليها 2 to the 3rd power وممكن نقول عليها 2 cubed
كيوب دي اللي هي عامله زي سنتيمتر كيوب. اتعلم بقى كده، احنا عندنا حاجتين مختلفين شويه. لما الباور بتاعي بيكون باور 2 دي بنكتبها سنتيمتر سكوير او بنقول عليها سكوير. لو الباور بتاعي باور 3 ده بنقول عليه كيوبد. common mistakes ان لما اجي اقول لك 2 to the power 5 طبعا دي not equal to time 5. ولا واحد يقول لي مثلا 2 to the power 5 يقول لي equals 10، طبعا it's wrong not equal. ان 2 to the power 5 دي لما هنلاقيها هنلاقي معناها ان 2 repeated 5 times معناها 2 time 2 time 2 time 2 equal 32. يبقى عايز اخد بالي لما احب اجي اقول له 2 to the power 5 ماليش حد يقول لي ايه اصل 2 to the power 5 مع بتن. لا غلط، 2 to the power 5 معناها 2 times 5 it's wrong. لكن لما اجي اقول لك 2 to the power 5 دي معناها 2 repeated 5 times. برضه من الكومن ميستيكس اللي بتقابلنا لما اجي اكتب نيجاتيف 2 تو ذا باور 4، في فرق بين لما اقول نيجاتيف 2 باور 4 وفرق لما اجي اكتبها بتوين تو براكت نيجاتيف 2 اول تو ذا باور 4. يا مستر هو البراكت ده بيفرق؟ يس. اتعلم لما يكون عندك اي نمبر بالنيجاتيف اكتبه كده بالبراكت، ونكتب الباور بره البراكت مش جوه البراكت. احنا لو جبنا الايكوال بتاع اول واحده اللي هي نيجاتيف 2 باور 4 هنلاقيها ايكوال نيجاتيف 16. لكن لو جبت الثانيه اللي هي نيجاتيف 2 اول تو ذا باور 4 هتلاقي الايكوال طلع 16. في فرق بينهم في الانسر. يبقى خلي بالي بقى ان انا عندي في فرق بين نيجاتيف 2 تو ذا باور 4 ونيجاتيف 2 اول تو ذا باور 4. When the power is 0 and the base is any number not equal 0 the answer is 1. ده معناها بقى ان اي نمبر عندنا لما اجي اقول لك النمبر ده باور 0 الايكوال بتاعك هيطلع كام؟ 1. جيت قلت لك 2 تو ذا باور 0 هتقول ايكوال 1. قلت لك 5 باور 0 ايكوالز 1. اكس باور 0 ايكوال 1. يبقى اي نمبر الباور بتاعه 0 على طول ايكوال 1. هسال سؤال للشطار، هل 2 تو ذا باور 3 as the same 3 to the power 2؟ هل لما اجي اقول لك 2 to the power 3 هي 3 to the power 2؟ طبعا it's wrong. ليه؟ علشان 2 to the power 3 equal 8، 3 power 2 equal 9. يبقى طبعا الاثنين دول مختلفين عن بعض. ما عنديش هنا commutative 2 power 3 دي معناها 2 repeated 3 time يعناها 2 time 2 time 2. طب و 3 power 2 دي معناها 3 تايم 3 اللي هي ايكوالز 9. يبقى في فرق بينهم هما الاثنين. طيب لما اجي اقول بقى is 2 to the power 4 equal 4 to the power 2؟ واحد قال لي لا طبعا رونج بقى خلاص يا ماسي، ما انت قلت مش هينفع. هقول لك لا استنى، 2 to the power 4 دي معناها 2 تايم 2 تايم 2 تايم 2، وممكن نكتب 2 to the power 4 بالكالكوليتر الانسر بتاعنا بيطلع 16. 4 power 2 دي معناها 4 times 4 يعني 4 repeated 2 times برضه دي هتطلع الايكوال بتاعك 16. ده هنا طلعوا الاثنين زي بعض يبقى it's true. يبقى مش عايز بقى اقول بقى ان احنا على طول تبقى wrong، لا ده احنا عايزين نتعلم لما يسالني في حاجه زي كده ويقول لي true or false اتعلم اني اجيب الانسر واشوف بقى الانسر فعلا الاثنين زي بعض ولا الاثنين different عن بعض. نوت نمبر 1، لما اقول لك نيجاتيف 3 اول تو ذا باور 2 هجيب الايكوال بتاعنا هيطلع الايكوالز 9. نيجاتيف 3 اول تو ذا باور 3 الايكوال بتاعنا طلع نيجاتيف 27. نيجاتيف 3 اول تو ذا باور 4 الايكوال بتاعي طلع 81. نيجاتيف 3 اول تو ذا باور 5 الايكوال طلع نيجاتيف 243. في هنا ريمارك مهمه قوي يا اولاد لازم ناخد بالنا منها. ايه هي بقى ريمارك دي؟ احنا عندنا هنا البيز احنا مختارين مثلا نيجاتيف 3 والباور ممكن يبقى 2 3 4 5 اي نمبر مكتوب قدامي. في حاجه احنا شايفينها قدام عينينا، ايه هي بقى؟ ان لو الباور بتاعي ايفن زي 2 وال 4 كده هتلاقي الانسر بتاعك بيطلع بوزيتيف
يعني بصوا كده negative 3 power 2 طلعت ب 9. negative 3 power 4 طلعت ب 81. يبقى في الحالة دي فعلا لو الباور بتاعي even احنا بنكنسل النيجاتيف ساين. طب ولو الباور بتاعك odd زي negative 3 power 3 او negative 3 power 5، لا ده الانسر بتاعي لازم يطلع نيجاتيف. زي negative 3 power 3 طلعت negative 27، negative 3 power 5 طلعت negative 243. يبقى من الريمارك دي انا هتعلم كده اهو، ان انا في حاله ان يكون عندي البيز نيجاتيف we look to the power. If we have an even number, so the result will be positive. And if we have a negative, sorry, if we have an odd power, so the result will be negative. يبقى دلوقتي دي other remark، ان احنا لو عندنا negative a power n، ال n بتاعتنا لو even بكنسل النيجاتيف تبقى زي a power n. لو ال n بتاعتنا دي odd number يبقى بخلي النيجاتيف تفضل موجودة تبقى نيجاتيف a power n. For example لو قلت لك نيجاتيف 4 all power 2، طيب مش power 2 ده even، يبقى هنا هنكنسل النيجاتيف تبقى هي 4 power 2. طيب نيجاتيف 4 all power 3، الباور هنا odd، ده لازم يبقى فيه نيجاتيف تبقى هي equal نيجاتيف 4 power 3. Rules of the power، احنا عندنا للpowers كذا رول. من اول الرولز اللي احنا عايزين نتعلمها في الباور، number one a power m، طيب a power n equal a power m plus n، بمعنى in case of multiplication we add the power. يعني لما يكون عندي حاجة زي الاكزامبل اللي موجود قدامي 2 power 5 times 2 power 3، اقول له على طول كده equal 2 power 8. طيب بس هنا في شرط لازم اخد بالي منه، ايه هو؟ اني لازم لما بعمل multiply يكون النمبرز اللي بنعملها multiplication have the same base. فانا دلوقتي عندي هنا 2 power 5 و 2 power 3، الاثنين عندهم نفس البيز اللي هي equal 2. اروح جاي اجيب كده الايكوال ازاي؟ اقول له بص بقى احنا عندنا 2 power 5 طيب 2 power 3، أسيب التو زي ما هي وأعمل أدنج للباور. يبقى لما يكون عندي تايم الباور بعمله بلس، يبقى 5 بلس 3 بكام؟ ب 8. يبقى الأنسر يطلع 2 باور 8. سكند رول، إن أنا لو عندي A باور M ديفايدد A باور N، يبقى الأنسر بتاعي هيطلع A باور M ماينس N. يعني هنا بقى لما يكون عندي ديفايد we subtract the power. يبقى number one in case of multiplication we add the power، number two in case of division we subtract the power. في الاكزامبل الاولاني قلت لك 2 power 5 multiplying 2 power 3، قلت 2 هخليها زي ما هي وبعمل 5 plus 3 equals 8. في السكند رول لما يكون عندي 5 power 7 divide 5 power 3، في الديفايد هنا بعمل الباور ماينس، يبقى هيطلع معايا 5 باور 7 ماينس 3 اللي هي ايكوال 4، يبقى الانسر طلع 5 باور 4. اجي اقول لك كده اهو بص 3 باور 4 تايم 3 باور 5، البيز بتاعتنا هنا كام؟ البيز 3، اكتب 3 زي ما هي وابتدي اعمل الباور بلس بعض، الاقي كده عندي اهو 4 بلس 5، يبقى الانسر طلع كام؟ 3 باور 9. اقول لك طب بص 5 باور 4 عايز اعملها تايم 5 باور 2، بكتب ال 5 زي ما هي واعمل كده الباور بلس 4 بلس 2، يبقى كده الانسر طلع 5 باور 6. طيب جاي بقول لك بقى انا عايز اعمل 3 باور 8 ديفايد 3 باور 5، قلت له يا مستر بنكتب 3 زي ما هي وهنا هعمل الباور ايه؟ ماينس بعض. لما اجي اعمل كده 8 minus 5 يبقى الايكوال 3، يبقى الانسر طلع 3 باور 3. طيب يا مستر 5 باور 4 ديفايد 5 باور 2، in case of division we subtract the power، يبقى بكتب ال 5 زي ما هي وبعمل الباور ماينس بعض، 4 minus 2 equals 2،
يبقى الانسر بتاعي طلع 5 باور 2. يبقى لغايه الوقت احنا شفنا عندنا في فيرمال رول باور عندنا كذا رول. نمبر 1 ان احنا لما يكون عندنا ان كيس اوف مالتيبليكيشن وي اد ذا باور، ان كيس اوف ديفيجن وي سبتراكت ذا باور، بس في كونديشن مهم ان لازم يكون البيز زي بعض. تالت رول اللي احنا كنا قلناها في الاول خالص ان any number power 0 equal 1. طيب ايه باور 0 بكام؟ ب 1. انا لسه بقول لك اي number power 0 equal 1. طب ليه بقى؟ هقول لك بص فور اكزامبل عشان نبقى فاهمين. انا لو عندي 5 باور 2 divided 5 باور 2 في divided احنا لسه كنا بنقول الباور بنعمله ماينس، فاكتب كده 5 باور 2 ماينس 2. طب هي 2 ماينس 2 بكام؟ ب 0. 5 باور 0 ايكوال 1. طب ليه مثل طلعت 1؟ عشان انت اصلا في البدايه كنت عامل 5 باور 2 ديفايدد 5 باور 2، واي نمبر ديفايدد نفسه ايكوال كام؟ ايكوال 1. فدي اذا رول ان احنا عندنا اني نمبر باور 0 ايكوال ال 1. اكزامبل فايند ذا فاليو اوف ذا فولوينج 2 باور 6 تايم 2 باور 3 over 2 power 7. لما اجي اقول لكم انا عايز اجيب الفاليو بتاعت الكلام ده، طب يا مستر هنا احنا عندنا ايه بقى؟ عندنا في الاول فراكشن. الفراكشن ده فيه هنا نيوميريتور وفي دينومينيتور. في النيوميريتور في عندي 2 power 6 multiplying by 2 power 3، في الدينومينيتور في عندي 2 power 7. طيب انا هنا هاخد النيوميريتور لوحده اللي فوق في الاول، دول معمولين تايم، يبقى اول حاجه هعمل باور بلس، يبقى بقى عندي 2 و 6 بلس 3 ايكوال 9. بقى كده عندي 2 باور 9 اوفر 2 باور 7. طب هي مش اوفر دي معناها ديفايد. يبقى دلوقتي هنا هو بقى ما دام دول اوفر يعني ديفايد، واحنا اتفقنا ان احنا ان كيس اوف ديفيجن وي سبتراكت ذا باور. طب انا لما اجي اعمل بقى دلوقتي 2 باور 9 ماينس 7 اللي هي ايكوال 2 باور 2. ولو عايز اجيب 2 باور 2 هتقول لي 2 باور 2 دي معناها 2 تايم 2 اللي هي ايكوال 4. يبقى انا دلوقتي بتعلم ازاي بعمل سمبليفاي، اني لما يكون عندي تايم الباور بعمله بلس، الديفايد الباور بعمله ماينس. Another example negative 5 all power 5 تايم negative 5 all power 4 over negative 5 all power 6. طيب بنفس الطريقه يا شباب هنبتدي نشتغل كده اهو. هقول لك احنا هناخد النيوميريتورز. النيوميريتور عندي هنا في نيجاتيف 5 باور 4 تايم نيجاتيف 5 باور 5. طب يا مستر ما انت لسه بتقول ان احنا لما بيكون عندي مالتيبليكيشن الباور بنعمله بلس، يبقى كده فوق عندي النيوميريتور بقى نيجاتيف 5 باور 9 وتحت بقى عندنا نيجاتيف 5 باور 6. طيب مش دول كده معمولين اوفر يعني ديفايد؟ يس. طب وما دام هما ديفايد يبقى بنعمل الباور ماينس، يبقى كده بقى عندي نيجاتيف 5 باور 3. ولو جبت الايكوال بتاع نيجاتيف 5 باور 3 هلا الايكوال طلع نيجاتيف 125. يبقى احنا دلوقتي يا شباب بنتعلم ان احنا اول ما بيكون عندنا اي مساله بالباور لازم اشتغل بالرولز بتاعت الباور. In case of multiplication we add the power. In case of division we subtract the power. احنا ما خدناش بقى ولا رول للبلس ولا الماينس. يعني مفيش بقى حد اجي اقول له مثلا جاي بعمل حاجه بلس يقول لي بقى هعمل باور تايم، لا مفيش الكلام ده. البلس والماينس ده بقى بنشتغل كل واحده ستيب باي ستيب بالكالكوليتر. طيب فور اكزامبل نيجاتيف 2 باور 6 اوفر نيجاتيف 2 باور 3 بلس نيجاتيف 4 باور 3 اوفر نيجاتيف 4 باور 2. طيب هنا عندي مشكلتين، اول مشكله ان في بلس، تاني مشكلة ان البيز از ديفرنت، ده في واحدة فيهم نيجاتيف 2 والتانية نيجاتيف 4. قال لي طب بص بقى لما تلاقي حاجة زي كده تعال نقسم المسألة دي كأنها نصين، ناخد النيجاتيف 2 مع النيجاتيف 2 والنيجاتيف 4 مع النيجاتيف 4. يبقى أول بارت نيجاتيف 2 باور 6 أوفر نيجاتيف 2 باور 3 هتطلع لي نيجاتيف 2 باور 3 عشان عملنا الباور ماينس، ونيجاتيف 4 باور 3 over negative 4 power 2 دي طلعت negative 4 powers 1. حلو قوي. ده كده احنا اشتغلنا بالرول.
هاجي بقى اعمل بلس لما يكون عندي نيجاتيف 2 باور 3 بلس نيجاتيف 4 باور 1. احنا ما خدناش رول يا مستر للبلس. اقول لك ستيب باي ستيب. نيجاتيف 2 باور 3 الايكوال بتاعها طلع نيجاتيف 8، ونيجاتيف 4 باور 1 دي معناها نيجاتيف 4. يبقى لما اجي اعمل بقى نيجاتيف 8 بلس نيجاتيف 4 هلاقي الانسر بتاعي طلع نيجاتيف 12. طيب افرض انا جيت طلبت منك بقى دلوقتي 2 باور 2 بلس 2 باور 3، هل احنا واخدين رول البلس؟ لا. طب هنا هنعمل ايه؟ بنفس الطريقه هجيب 2 باور 2 لوحدها ب 4، 2 باور 3 ب 8، واعمل 4 بلس 8 الاقي الايكوال بتاعي طلع 12. طيب 4 اكسلنت بيوبلز للناس الشطار قوي بعيال. لما اجي اقول لكم half of 2 power 10 is، لو عايز اجيب ال half بتاع 2 power 10 ازاي هعرف اجيب ال half بتاع 2 power 10؟ اول حاجة هقولها لك ان كلمة half دي عشان تعرف تحل حاجة زي كده، كلمة half معناها النص بتاع الحاجة. طب انا عارف يا مستر، طب ازاي احسبها؟ هل دي هتطلع 1 power 5؟ طبعا لا. طب 1 power 10؟ لا. طب 2 باور 5؟ لا. طب هنا بعمل ايه؟ كلمة half of 2 باور 10، كلمة half دي معناها بتعمل divided 2. بعمل divided 2. انت لو عايز تجيب الهاف بتاع اي حاجة على طول بتعملها divide by 2. يبقى انا دلوقتي لو عندي 2 باور 10 وجاي اعملها divided 2، طب مش ال 2 دي اللي موجودة تعتبر باور 1؟ عشان دي مكتوبة مرة واحدة، دي مش باور 0، دي باور 1. تمام. طب انا دلوقتي اهو 2 باور 10 لما هاجي اعملها divided by 2 اللي هي 2 باور 1، ال divide الباور بنعمله ايه؟ ماينس. يبقى الانسر بتاعي طلع 2 باور 9. يبقى دلوقتي لما يجي يقول لي انا عايز اجيب الهاف بتاع 2 باور 10، ما حدش بقى يقول لي 1 باور 5 ولا 2 باور 5 ولا كلام، لا خالص. اشتغلها كده بالرولز. كلمه هاف دي معناها بتعمل divided 2، 2 اللي موجود عندنا دي باور 1، وفي الديفايدد احنا متفقين ان احنا بنعمل باور ايه؟ ماينس. يبقى يا شباب كده باختصار الكلام اللي احنا قلناه، احنا اخدنا النهارده حاجه اسمها ريبيتد مالتيبليكيشن. الريبيتد مالتيبليكيشن ده من الحاجات المهمه جدا. اتعرفنا على حاجه جديده عندنا اللي اسمها الباور، والباور ده حاجه من الدروس اللي هتكمل معانا في البريب ستيج ان شاء الله. الباور ده حاجه مهمه قوي قوي قوي. عرفنا ايه هي الرولز بتاعه الباور، ان احنا اول حاجه لما يكون عندنا تايم بنعمل الباور ادنج، لما يكون عندي ديفايد يبقى وي سبتراكت الباور. ثالث حاجه عرفناها ان اي نمبر لو الباور بتاعه زيرو الايكوال بتاعي بيطلع ب 1. ما ننساش حته ان لو البيز بتاعتي نيجاتيف ابص على الباور، لو الباور ايفن بنكنسل النيجاتيف، لو الباور اود لازم الانسر بيطلع بالنيجاتيف. الباور ده عايز مور اكسرسايز، عايز نحل عليه كتير ونمشي ستيب باي ستيب، هيبقى الدرس سهل قوي قوي قوي. مبسوط بوجودي معاكم، كان معاكم مستر ماجد، اشوفكم على خير، جود باي.